فضيلة شيخنا أحسن الله إليك، القنوت في صلاة الوتر، إيش؟ القنوت في صلاة الوتر هل له دعاء مخصوص أم للمصلي أن يتخير ما يشاء من الأدعية؟ أولا القنوت في صلاة الوتر ليس من السنة أن يداوم عليه الإنسان، لأن جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده لا يذكرونه، لكنه قد علمه صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بن أبي طالب في قولها اللهم اهدني فيمن هديت. والأولى في كل موضع فيه دعاء مأثور أن يبدأ بالدعاء المأثور قبل كل شيء ثم يدعو بما شاء، ولكن إذا كان إماما فلا ينبغي أن يطيل على الناس، فلقد بلغني أن بعض الناس في القنوت يبقى نصف ساعة أو أكثر، وهذا غلط، لأن هذا يمل الناس ويتعب الناس، وإذا قدرنا أنه يتلاءم مع 10% فلا يتلاءم مع 90%، وما أكثر الذين يشكون من أئمتهم طول القنوت. فلذلك نقول للإمام قصر ما استطعت، ودعاء قليل ينصرف الناس بعده وهم يقولون ليته زاد خير من دعاء كثير ينصرف الناس بعده وهم يقولون أطال بنا، قطع أعناقنا، أتعب أرجلنا، وما أشبه ذلك. نعم، المنفرد يدعو من شاء.